مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا مع السياحيه ذو الاحتياجات الخاصه. حلم ديالو بسيط جدا، هو يجيو عنده اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي يتصور معاهم وكل واحد يعطيه التوني ديالو. ياك السياحيه وي هذا هو الحلم ديالك. يعني اللعبه ديال الرجاء شكون اللي باغي يعني يجي عندك؟ متولي صالحي زنيتي رحيم. قول انت الفريق الرجاء البيضاوي كاملين بغيتيهم يجيو عندك. رحيمي متولي حفيدي. كنتمنى هذه الرساله ان شاء الله توصل لهم ان شاء الله، وغيشوفوا هذا الفيديو وغيجيو عندك ويحققوا لك الاميه ديالك. قول لي انت الاب ديالو ياك. منين كتراودوا هذه الفكره هذه ديال يعني باغي يتصور مع اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي؟ منذ الصغار ديالو هو كيبغي الرجاء، ولكن ملي كبر شويه دابا ولا الامنيه ديالو باغي يتصور مع اللعابه ديال الرجاء. الامنيه ديالو هذه باغي يشوفو وباغي يتصور معاهم. كيشوف داك الشيء غير في التلفازه وكيشوف هذا، الامنيه ديالو يكون حدا شي لعاب ديال الرجاء يتصور معاه، هذه هي الامنيه ديالو. وشي رساله منك انت كاب للمكونات ديال نادي الرجاء البيضاوي باللاعبين بالمسؤولين؟ انا كنتمنى انا غير هذه الامنيه اللي هو باغيها هو يحققوها ليه، يلبيوها ليه يجيو عنده ويتصوروا معاه وكل واحد يعطيه التوني ديالو. هذا هو الحلم ديال يحيى. هذا هو الحلم ديالو. كنتمنى باش ما تبقاش عنده ان شاء الله غيشوفوا هذا الفيديو وغيجيو عنده ان شاء الله. هذا هو يعني أكيد. ان شاء الله. لا اكيد ان شاء الله ان شاء الله أكيد. ان شاء الله. يحيى حافظ شي ديسك ديال الرجاء؟ يلا قولوا لينا. مع هذه الابتسامه الجميله ديال يحيى كنتمنى الرساله ديالو توصل للاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي ويجيو يحقوا ليه هذه الاميه او هذا الحلم البسيط. كنتمنى ان شاء الله.